ويا صباح الخيرات والبركات على أحلى متابعين بالعالم، كيفكن حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم ومن هالثلاث مكونات أساسية رح أعمل معكم أطيب طبخة على الغداء، طبخة غير شكل، وأنا متأكدة إنه رح تحبوها. هلأ بالبداية عندي هون لحمة عجل مفرومة ناعمة على الماكينة، حطيت لها ملح وفلفل أسود ورشة جوزة الطيب ومعلقتين بقسماط. البقسماط كتير بيعطي اللحمة نكهة طيبة وبنفس الوقت بيخليها طرية من جوا. بعدين عملتهم بشكل كرات صغيرة. وهون عندي البطاطا قشرتها وقطعتها مكعبات بهذا الشكل، يعني تقريبا كيلو بطاطا. وهون عندي الحمص نقعتهم من امبارح بالليل وحطيت بمية النقع معلقة صودا، الصودا هي نفسها كربونات الصوديوم. واليوم من الصبح بكير غسلت الحمص كتير منيح وحطيت لهم مي نظيفة وسلقتهم على نار هادية كتير لحتى استووا منيح. هلأ أنا سلقت كيلو حمص بفرد مرة، لكن هدول اللي أنتوا شايفينهم هن نص كيلو حمص. وهلأ أول شي بدي رش شوي طحين على كرات اللحم وقلبهم بكل الاتجاهات لحتى الطحين يغلف كل الكرات. ونسيت لكم انه كمية اللحم حسب الرغبة وحسب المتوفر عندكم، وحتى فيكم تحطوا لحم غنم. هلأ انا ولادي ما بيحبوا اللحم الغنم كتير، لهيك انا مستخدمة هون لحم عجل مفروم ناعم على الماكينة. وهلأ هون حطيت شوية زيت نباتي ومعلقة كبيرة من السمن الحيواني وبس حميو بنزل عليهم كرات اللحم. وهلأ بدنا نحرك الكرات بهي الطريقة، يعني ما بنستخدم المعلقة أبداً لأنه نحنا بدنا نضل محافظين على شكل الكرات الدائري، فإذا حركناهم بالمعلقة بيتغير شكلهم. وضليت حركهم بالطريقة يلي شفتوها تقريباً مرتين ثلاثة لحتى أخذوا هذا اللون الغامق واستووا وصاروا جاهزين. وهلأ بنفس الصينية بدي نزل بصلة كبيرة مفرومة ناعمة، بدي نزلها على نفس الزيت والسمنة يلي بقيوا لأنه أنا بدي البصل ياخد من نكهة اللحمة ولونها. وبس دبل البصل شوي حطيت معلقتين صغار ملح وقلبتهم. وهلأ بدي نزل على البصل معلقتين كبار طحين وقلبهم لحتى يتحمص الطحين شوي. ومن بعد ما تحمص معي الطحين فورا بدي نزل عليهم تقريبا لتر ونص من المي، وفورا بدي حركهم لحتى ما يكتل معنا الطحين. يعني شايفين بايد بدي نزل المي وبالايد الثانيه بحرك لحتى مثل ما قلت لكم ما يكتل معنا الطحين. ومن بعد ما نزلت عليهم لتر ونص من المي هلأ بدي أضيف عليهم نص لتر من مرقة الحمص، كتير كتير بتعطي نكهة طيبة، يعني صارت عنا كمية السوائل لترين وفيكن تزيدوا أو تنقصوا حسب الرغبة. شايفين هدول هنن الحمصات يلي سلقتهم، شوفوا ما شاء الله كيف المرقة لونها شفاف ونظيفة، ومثل ما قلتلكن أنا من امبارح ناقعتهم بالمي ومعلقة كبيرة من كربونات الصوديوم واليوم سلقتهم. وهون عم بقلي بطاطا يلي شفتوها مقطعة مكعبات لحتى نزلها بالمرقة. وهون أنا نقلت المرقة يلي حضرتها على طنجرة لحتى آخذ راحتي أكتر. وهلأ بدي نزل فوق المرقة كرات اللحم والحمص المسلوق والبطاطا المقلية مكعبات.
هلا انا ما بعرف ليش هي الاكله بحسها من الاكلات الشتويه عن جد. ما بعرف ليش هيك احساسي يعني، بس والله يا جماعه من حيرتنا بالطبخ فقررت اني اعملها، قلت صيفيه يا شتويه شو ما كان المهم طبخه ظريفه وطيبه. وهلا مثل ما لكم شايفين اول ما تبدا تغلي بدي احط عليها عصفر. العصفر هو شيء بيشبه الزعفران، لكن العصفر هو ارخص بكتير بكتير من الزعفران. هلا المشكله اني انا ما بعرف شو بيسموه بغير بلدان، نحن بسوريا بنسميه عصفر، المهم انه انتم بتعرفوه من سعره، سعره كتير رخيص مقارنه بالزعفران، هو بيعطي لون وشكل حلو للمراه. يعني عن جد شوفوا اول ما بنحط العصفر راسا بتصير لون الطبخه حلو كتير. وهلا بدي غطيها واتركها تقريبا 3 ساعة على نار هادية، ما بدي أكثر من هيك لأنه من الأساس أنا عندي كل شيء مستوي، يعني هالوقت هاد بس لحتى ياخذوا من نكهات بعضهم. وهيك طبختي كرات اللحم مع الحمص والبطاطا صارت جاهزة، من كل قلبي بتمنى تجربوها لهالأكلة لأنه كلمة رائعة قليلة بحقها. كتير كتير طيبة وبتبيض الوجه، وعملت جنبها سلطة منعشة ولذيذة غير شكل. أما بالنسبة للرز فعملت رز بسمتي سادة حبة طويلة. هلأ أنا بحط لكل كوب من الرز كوبين مي وملح ومعلقة من الهيل الناعم. على فكرة الهيل الناعم كتير بيلبق مع هاي الأكلة. ووقت التقديم زينت وجه الرز بالحمص والبطاطا المقلية مكعبات واللوز. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم وعجبتكم طريقتي اللذيذة بهالطبخة، وتحبوها وتجربوها وتخبروني بالتعليقات، وبشوفكم فيديوهات جديدة بأمان الله. باي باي. Thank you.